مرحبا. مرحبا بك يا عايشة. بس عليك. الحمد لله عايشك ربي. معنا كفاءة من الكفاءات التونسية، حبينا وكيل. أنا خريج جامعة، قريت في تونس ومشيت تقري لبرا. لا، قريت في تونس وكملت قريتي لبرا، وليت نقري غاديكا في 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 مارسي في فرنسا بالضبط. مشيت اتيديون كالطلبة الكل في ليزاني 2000 في الألفينات. كملت غاديكا ونجحنا وقرينا، قرينا الفرنسيس وقرينا التوانسة وعاوننا الطلبة الكل. شنو تحب نحكي؟ خريج المدرسه التونسيه انت، حبينا ولا كرهنا، بكالوريا خذتها. كملت بيان سور غادي كملت لبرا، من بعد المرحله الثالثه عملت ايكونومي، ومن بعد عملت سيونس لافورماسيون دو كوميونيكاسيون، دكتوراه خذيتها في سيونس لافورماسيون دو كوميونيكاسيون في المعهد الاعلى دراسات السياسيه بمارسيليا اكسون بروفونس من 2010، ومن بعد دخلت خدمت اكسبير في التكنوبول التكنوبول دو كومبيتيتيفيتي بور اكومباني لي ستارت اب معناها اون ماتيير دونوفاسيون. عندنا توانسه تبارك الله عليهم، معنا جينيراسيون جايين جدد، معنا توسكي انفورماتيك تبارك الله عليهم ما شاء الله، عندنا تكوين كبير برشا في الانفورماتيك. سامحني، كي مشيت انت دفعه البكالوريا كنت من المتميزين؟ والله مش متميزين، انا عاديين معنا قريت. كيفاش كنت؟ لا، كانت قبل بوم الباك نتاعنا، قبل ما ثمش 25%، ما ثمش برشا حوايج، فهمت؟ اللي يجيب 11 و12 معناها يسمى تميز. انا نحكي ديما من بعد البكالوريا ديما خير، معنا البكالوريا القوية القوة في الـ في الـ في الـ في الـ في النجاح من بعد في التوجيه في الجامعه، فهمت؟ لازم واحد يعمل انتيسيباسيون، نظره استشرافيه في الفيوتور، شنو الميادين اللي يخدموا طلبهم سوق الشغل العالمي. تحب تو عملت دراسه؟ بيان سور، انا دراسه ونقري فيهم ونعاون في الناس حتى لتو تو الناجحين في الباك من الفاميليا واللي يعرفوني من بعيد ومن قريب، نعاون فيهم في التوجيه نتاعهم. المطلوب بروشينمون في الجامعات في السوق العالميه، المانيا امريكا فرنسا، توسكي سوبر سيكوريتي وانتيليجنس ارتيفيسيال، حمايه المعلومه والذكاء الاصطناعي. بالطبيعه احنا ديفلوبمون معناها الانفورماتيك في الكود، معناها كوسوا في التليفونات ولا الجيمنج، الطيارات التوانسه يبدعوا بطبيعتهم، المتوسط هنا راه متميز البر، فهمتني؟ دونك التوجيه بحكم سوق الشغل عندنا مشكله كبيره برشا. احنا هنا نكونوا طلبه في الجامعه يخرجوا يستنوا سوسون دي دوموندور دومبلوا، يستنوا في الدوله باش تخدم. صحيح. والعكس تو ما عادش تعمل على الدوله، الدوله ما عندهاش موارد، فهمت؟ اخلق فكره واخلق ستارت اب ناجحه جديده، والدوله تعاونك، تدخل لي بيبينيير ولا زانكيباتور بالفكره نتاعك، يعاونوك صناديق الاقلاع لي سيكار سوسيتي دانفستيسمون كابيتال ريسك، تكبر البروجي. هذيك المشكله، التمويل راهو مش بس الكلام ساهل على الاخر، لهنا براتيك صعوبات. المهندس كي يتخرج من تونس تبارك الله عليه في دومينو، مي ثم نقصات وحاجه بركه، وانه يكون فيتور انتربرونور معناها باعث مشروع، فوالا فكره تولي يخدم هو في المهندسين، يولي هو يقوي في الكرواسونس في تونس ونقص في التو شوماج، ونتعاونوا كل هكاك. هذه العالم كيفاش تمشي تو الكومبيتيتيفيتي، فهمتني؟ من منظوري هك، من بعد فاش تحب نحكوا في موضوع اخر. نقول لك انا كي مشيت لهنا ومشيت من تونس مالغري سنين في مارسي كيكا، مكانك ما غادرتش نهار في تونس نهار، غيرك انت بالعربي واللي ما عادش يحكي بالعربي. علاش ما عادش يحكي بالعربي؟ مستحيل، اللي ما عادش يحكي بالعربي يعمل بالعاني، فهمت؟ يعمل بالعاني، ما نجم يكون عزيز لما تكون تونس عزيزه، لازم يكون عزيز هو، يعتز بالايدونتيتي نتاعو، فهمت؟ ويفتخر اللي هو تونسي، فهمت؟ مش بالضروره لازم تحكي، خاطر فما توانسه مقيمين بالخارج حكينا معاهم، قال لك لا انا ولادي لازم نعلمهم الفرنسي ونخليهم متاثرين بفرنسا، باش خاطر غادي راهو في سوق الشغل يتاثروا، غادي ينتدبوا اكثر، خاصه اللي يحكيوا فرنسي، اللي فرنسيس اكثر منهم توانسه. سمعتوا من تونسي مقيمين بالخارج؟ مش صحيح، الطفل كي تولد لبرا لا لونغ فرونسيز، اللغه الفرنسويه استناكي مش ياخذها بطبيعته، يلزم دوب ما يتولد حافظ انت العربي باش يبقى يحافظ العربي نتاعو، وكي تقريه ما عندوش حتى مشكل. احنا مشينا من هنا 9 سنين حفظنا اللغه الفرنسويه، في السنه الرابعه ابتدائي واحد من الناس بدينا نحفظ الفرنساويه مكسره باللي نجمنا، ما نكتبوا مليح رد بالك، ونمشوا غاديك ونصلحوا الفرنسيس ونقروهم وما عندناش حتى مشكل. شفت قلت نصلحوا الفرنسيس ونقروه، هذه فما موجوده معروف. بالرغم هو فرنسيس والدين غادي كنا ناقصين في الكتابه، يحكم مليح برونساسيون ينطقوا شيء كبير وتحب انت، ما الكتابه يكذب عليك. كيف ما احنا عندنا ناس بالعربيه الفصحى ما تفرزش ما بين التاء المفتوحه والمربوطه وتنافس وتحارب على الفرنسي. بالضبط، حتى اللي قارين فرنسيس والدين غادي كنا ما همش متمكنين من اللغه نتاعهم. تكوينا نحن من تونس حفظنا الكونجيغيزون صرف والنحو وفيرب اتر وفيرب افوار على قواعد صحيح، نقروا الفرنسيس جينيرالمون في العموم نقروا فيهم في المواد العلميه، احنا متوافقين، مي حتى باللغه الفرنسويه نصلحوا لهم زاد، حط هذه معلومه في بنت، واللي ما يحبش يكذب عليك. تحفظ الطفل الصغير موسوعه،
تحفظوا اسبانيوريه الطليانيه العربيه الفرنسويه، عنده باك جراوند مخ هو صغير يقبل اللغات الكل، واللي يقول لك ما نحبش نحفظ ولدي اللغه العربيه من عنده مشكله مع روحه، فهمت؟ لما تحت تسعى انك تعلم اولادك الانجليزيه لما عصر لغات اي ماذا بيه بيان سور، هذا شيء مفروض علينا فيك لا مونديزاسيون العالم فرض علينا، وين يكون عندك اللغه الانجليزيه والاعلاميه هما حوايج حوايج باز وحوايج اوفيسيال، فهمت؟ لازم الناس تكون متكونه فيها، فهمت؟ فهمتني؟ شو نقول لك؟ تخصص وقت معين لابد باش ترجع لتونس تعدي. قداش تقعد؟ انا ديما نجي حتى باتصال معنا في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في العام نجي مرتين ثلاثه، وفي الصيف هذيك باز نجيب فاميلتي وصغاري وكل شيء، فهمت؟ نخمم باش نرجع لتونس، شكون يخمم باش يرجع لتونس؟ حاولت انك كيما انت يا والديك صرفوا عليك وتعبوا عليك وقراوك، انت تحاول تقف مع اخواتك، تقف مع الاقرب عليك، انك تفتح لهم افاق، انك تعاونهم، خاطر انت قادر، انك فانت كنت انت في برا في دوله اجنبيه فرض روحك تخدم، تنجم حتى تتبنى بالمغنى، مش معناها تتبنى انك تضحي وانك تستقبل شكون من العائله. عاونت وما نحكيش، خاطر ما عشنا نحكي، نعمل في الحوايج هذه مولوده فينا، فهمت؟ مولودة فينا، معناها باللي تنجم تعاون حتى بنصيحة، فهمت كيفاش؟ حوايج أخرى ما نحكوش عليهم. تنصحوا صحة وين يمشي كيفاش يعمل؟ بالطبيعة اللي اسمعني كونش اللي ينسى روحه، واحد ما ينساش روحه، فهمت؟ خاطر كلها تستحق المعاونة، حتى كي تخرج كي خرجت أنا لقيت شكون عاونني وقبلني بجمعتين الأولى، بورتون عندي خويا غادي كمان عاونني، مي مشيت في جامعة أخرى، والتوانسة ديما راهم سوليدار مع بعضهم، فهمت كيفاش؟ واللي ما يعاونش راهو ما نجمش ينجم. ما يفهمش زاد ظروف الناس، فما ناس الظروف خلتها ولزتها انها تسافر او تحرق الفيزا او تحرق، غادي ما يضرك حتى شيء، خاصة كي تشوفه ماشي ستريكت ويحب يخدم، ما يضرك شيء انك تعاون وتقف معاه. بالضبط، اخزر لي نقول لك حاجة، التوانسة راهم سوليدار، فهمت؟ اللي حرقوا كلهم شو الايطالي، لكن كلهم الأكثرية نتاعهم 50% تعدوا لفرنسا، فهمت؟ وأنا شاهد عيان ونعرف، فهمتني؟ دونك في فرنسا نحكي على المتغربين واللي حرقوا جو لفرنسا، عاونوهم الكل ودبروا المخدم وعاونوهم باللي نجموا وركحوا امورهم حتى لين يوقفوا على رجليهم امور واضحه. معلش برشا يتعدوا لايطاليا؟ نعم؟ انت بحكم قربك غادي تعرف، علاش برشا يتعدوا لايطاليا؟ على خاطر فرنسا كبيره برشا وفيها سوق شغل مطلوب برشا، والتوانسه عندنا مليون تونسي في فرنسا الكل، 830 الف مهاجر متفرقين على العالم الكل، مليون في فرنسا. ديجا في فرنسا كي تصير فما مظاهرة ولا رياضة ولا حاجة، جماهير تخش عليه في تونس. عندنا مليون تونسي احنا في فرنسا بكل، بالطبيعة باش التونسي كي يلقى روحه في ثم مليون تونسي من مارسيليا من الجنوب للشمال، مش يلقى برشا توانسة باش يعاونوه، توانسة سوليدار يكذب عليه. الوالدة حية؟ ما يهنيش روحه، أي الوالدة حية والوالد متوفي من 2014 ربي يرحمه، أما الوالدة حية وربي يطول في عمرها. تهزها معاك ولا تمشي جت العرسي غادي في 2015، وعندي خويا قبل، عندي ولاد خويا، عندي فامي غادي منه ومنه، فهمت؟ تمشي ما تنزلكش تنساها ديما؟ لا مستحيل كيفاش ننساه؟ فما برشا ناس تنسى. لا ما لا لا تنسى والديهم تقعد جمعه اي انا نبعت كي تقول لي هكا، خاطر ماهوش في مخي هذا اللي ينسى والديه، فهمت؟ مش ماهوش موجود في مخي، معناها ما نفكرش فيه جمله، فهمت؟ شكرا لي، عايشك بفضلك.